نور الدين سوليك عضو الأمانة الوطنية الاتحاد المغربي للشغل. تتجي هاد الوقفة الاحتجاجية دينامية الاحتجاجات اللي كانت تقوم بها نقابة العاملات وعمال الخدمات الأرضية مطار محمد الخامس. هاد النقابة اللي تم تعزيزها واحد تنظيمات أخرى اللي التحقت أربع شركات أخرى واللي نظموا فيما بينهن وبينهم واحد الوحدة نقابية في إطار النقابة الموحدة لعمال وعاملات الخدمات الأرضية مطار محمد الخامس. مع كامل الأسف بعد ما كان واحد مدة ديال الحوار الاجتماعي مع المسؤولين ديال لارام ولارام هاندلينغ والمكتب الوطني للمطارات والشركة المشكلة بمقر عمالة نواصر تحت إشراف السيد العامل، بعد ما وقعنا على واحد اتفاق بعد ليالي وأيام المفاوضات، مع كامل الأسف نتفاجأ بأن الإدارة ديال لارام ولارام هاندلينغ مباشرة بعد أن تم تجاوز الذروة ديال العمل البيك تيسميو البيك مع كامل الأسف عوضة باش يهتديو المضامين هذا الميثاق الاجتماعي عملوا على طرد مجموعة من العاملات والعمال، لا لشيء إلا لأنهم تم نظموا نفسهم في صفوف اتحاد المغربي للشغل، معناها على أنهم اختاروا يدافعوا على المطالب تاعهم في إطار المشروعية. مع كامل الأسف المغرب فيه خطابان، فيه الخطاب الرسمي ديال أعلى السلطات في البلاد اللي تتقول للمواطنات والمواطنين العمال والعاملات سيروا النقابة سيروا الأحزاب، ومع كامل الأسف شخصيات سامية معينة من طرف هذه الأوساط الدوائر العليا تتعمل على طرد العاملات والعمال في تشريدهم. فاليوم المطلب الأساسي ديالنا هو إرجاع ما يفوق 200 عامل وعاملة اللي تم الطرد ديالهم من, 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 من العمل ديالهم. والإخوة اليوم هذه خطوة أولى، هذه وقفة احتجاجية ستليها خطوات نضالية أخرى تصعيدية من أجل أولا حث الإدارة على أنها تحترم قوانين ديال البلاد، من أجل حث الإدارة على أنها تعمل على إرجاع العاملات والعمال المطرودات والمطرودين، ولا تنازل على هذا المطلب. سنستمر وتيرتنا النضالية يوم وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة ديال الخطوط الملكية المغربية، وغدا وبعد غد ستكون خيارات نضالية أخرى غيقرروها العاملات والعمال. ننادي وننشد السيد المدير العام السي عدو أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية، ويعمل على إرجاع هاد العاملات والعمال للعمل تاعهم، وأيدينا من جهتنا جد ممدودة من أجل العمل على إرساء سلم اجتماعي حقيقي داخل مطار محمد الخامس. ما معنى حقيقي هو أن يكون سلم اجتماعي اللي ماشي على حساب مصالح العاملات والعمال، ماشي على حساب مصالح العامة ديال المطار ديالنا، سلم اجتماعي للكل تلقى فيه ذاته وللكل تضمن فيه الحقوق تاعه، ومن ضمنها حق الإدارة ديال أو الدولة ديالنا على أن يكون مطار آمين. ولكن ما يمكنش يكون مطار آمين في غياب حقوق العمال والعاملات وفي غياب حوار جدي ومسؤول وأمام مسؤولين من هذا الصنف للا يعيرون أهمية ماشي فقط القوانين بل البشر في البلاد ديالنا، يعني بواحد البرودة استنكفوا عن نعتها اللي تيعمل هذا اللي تيعمل وعنده الضمير باش ينعس مرتاح ويفطر وياكل ويجلس مع وليداته وميتين عائلة مشردة، هذا يمكن نوصفوه كل الوصفات إلا أن نقول على أنه بشر مغربي تيراعي البشرية. والقيادة الوطنية الاتحاد المغربي للشغل جزء لا يتجزأ من هذه الدينامية الاحتجاجية، وغادي نصعدوا إلى ما استمروا في التصعيد ديال طرد مزيد من العاملات والعمال. سنستمر، هما يقولوا هزمونا وحنا نقولوا انتصرنا. عاش الاتحاد المغربي.